من دلوقتي، انا بقول لحضراتكم اهو من دلوقتي، وانا في كل فقره وفي كل برنامجي وكل يوم هقول هذا الكلام لغايه كاس العالم اللي جاي. احنا هنلعب كاس عالم، النادي الاهلي لم يطلب ان يكون متواجدا في كاس العالم، ولكن وجد بسبب انه النادي الاهلي وان هو وجد لانه بسبب القواعد واللوائح وانه كده يستحق، وبالتالي وانه صاحب المشاركه صحيح، مش بطل الدوري هيشارك. فالنادي الاهلي لا يعاقب على ذلك، المره المليون هنا بقول النادي الاهلي لا يعاقب لانه بيمثل بلده وبيمثل قارته، وبالتالي الموضوع واضح وصريح. الناس لازم يبقى عندها من بدري بلان A وبي وسي. انا اقترحت اقتراح وده رايي الخاص بالمناسبه عشان ما حدش يقول النادي الاهلي، النادي الاهلي ليس له علاقه بهذا الامر، انا هنا برنامج بتكلم برايي. يعني شيء عايز تطرحه انت. انا قلت حد ممثل من اداره الكره في النادي الاهلي يقعد مع حد من رابطه الانديه، يقعد مع حد من اتحاد الكره اللي هو يعني الحاج عامر المسؤول عن لجنه المسابقات، ويتم تظبيط الاربع، هما ثلاث ماتشات او اربع ماتشات تقريبا الوقت ده، ازاي الماتشات دي هتتلعب وما لعبهاش كل ثلاث ايام ولا كل يومين زي ما كان بيحصل السنه اللي فاتت ويحصل في الاجازات. هي تتلعب بالظبط زي ما كان الاهلي هيكون موجود في مصر بدون كاس العالم لو كانت الغيت بالظبط. ومن ثم ده في اضافه ثانيه انه لابد انها تلعب في نفس التوقيتات اللي منافسك هيلعب نفس الاسابيع يا حكيم. صحيح، نفس الاسابيع. انت اسلام لاعب عبد الحكيم، يبقى عصام هيلاعب عبد الحكيم او الذي يليه في نفس المدد، ثلاث ايام والرابع يلعب. مساله سهله لانه قادم من الخارج. النادي الاهلي عليه التمسك بده، وما اروع او اكثر احترافيه اللي انت قلته بقى انه لابد انه ده يبقى انا بقول من دلوقتي مبكرا، من دلوقتي لحضرتك يبقى منصوص عليه مبكرا علشان يحصل قعده تخلص تك تك. وعلى فكره بما يتناسب مع ال 18 نادي، انا ما بقولش النادي الاهلي ده مثلا كذا، انا بقول لحضرتك الكل بما يتناسب مع ال 18 نادي، يعني ما تظلمش حد من ال 18 17 نادي الاخرين خالص. كمان اهو انا بقول اهو ما تظلمش حد من 17 نادي الاخرين، لكن كله يقعد مع بعضه او ممثل من كل نادي ونشوف حل للامر ده علشان يبقى الموضوع واضح. انا رايح بمثل بلدي، رايح بمثل قارتي، مش رايح بمثل النادي الاهلي. فبالتالي يجب محدش ما ينفعش اتعاقب على حاجه زي دي خالص. تعاقب ليه؟ بقالنا لا ما احنا بقالنا سنتين بنتعاقب. ما هو ده كان ما كان ده التعمد الاصلي على راي عبد الحكيم. ده تعمد اصلي. ثم شياكه من النادي الاهلي ان وافق وقتها، كان فاهم ان مفاهيم العداله وان هناك فريق مصري نتاج وجوده وقتاله على الكره في القاره يا حكيم، راح لكاس العالم، فكان فاهم ان ده محل زهو للاتحاد. انا مش بقول لمصر كلها لانها مليئه بالوان كثيره، لكن على الاقل لصاحب الكوره الاتحاد. صحيح، عندك فريق في النهائيات يا اخي اشتغل عليه. انا بقوله اشتغل عليه. انا وصلت الموضوع ده، بقول لحضراتكم مره تانية ده وجهه نظري الشخصيه بعيدا عن اي حاجه. بس هم بقى اكتر من اربع مباريات يا كابتن، لان الاهلي لازم يسافر قبل بدء البطوله بخمس ايام. بخمس ايام طبعا حكيم. انا ما هو انا مسافر قبل البطوله بخمس ايام عشان ايه؟ لائحه الاتحاد الدولي بتقول كده. لائحه الاتحاد الدولي بتقول كده. مش النادي الاهلي يعني. لا لائحه الاتحاد الدولي يعني مش النادي الاهلي اللي عايز يسافر عشان يفسح لعيبه مثلا. اللائحه بتقول لك انك تبقى موجود قبل اول مباراه ليك بخمس ايام عشان الحقوق التسويقيه والرعايه والحاجات دي بتتعمل. انا فاهم الكلام ده كويس، ولكن انا بسالك، مش النادي الاهلي اللي مسفر عشان يخلي لعيبته يتفسحوا؟ لا يد له. الاهلي ينفذ قايمه، ينفذ لائحه منصوص عليها في الاتحاد الدولي طبعاً. مش في الاتحاد القاري ولا الاتحاد المحلي، مزبوط. الاتحاد الدولي هو اللي حاطط اللائحه دي وبالتالي انا بنفذها، صح؟ مظبوطه. طيب يبقى انا كاتحاد محلي مطالب ان انا اقف مع النادي الاهلي، زي ما شفنا فوزي لقجع في رئيس الجامعه المغربيه فوزي لقجع بيقف مع الوداد ومنتخبات بلاده، وكان بيحاول يقف مع ومنتخب بلاده، وكان بيحاول يقف مع انديه اخرى خلال الفتره اللي فاتت. كل ده ليه؟ عشان حق اتحاد كرة القدم ان هو يقف مع النادي الاهلي. تقف مع النادي الاهلي ازاي؟ ان انت تنسق كيفية ان النادي الاهلي يلعب مبارياته بعد انتهاء الكاس العالم. طبيعي جدا، طبيعي جدا. احنا لسه مفسر الماء بالمائي، ما هي ده طبيعي جدا. ده دورك يا صاحب الكرة، ده دور مهم جدا ان يكون لديك نادي مشارك، ما تقومش بخدمته، لا، ان تعمل صحيح القواعد، يلعب زيه زي ما حضرتك قلت زي بقية اندية الدوري موجود. والجدول يا جماعة، الجدول ده أنا آسف يعني محدش يزعل مني، الجدول ده مساطر وقلم رصاص عشان بيقعدوا يمسحوا ويعملوا. أي حد شاطر في الحساب هيعمل منه ثلاث نسخ، هيعمل منه بلان A وB وC. هذه البطولة لم تخترع جديدا يا كابتن،
دي قائمة بالفعل، لكن على النادي الأهلي. ولكن هو عشان النادي الأهلي فجأة أصبح موجود في هذه البطولة وماله، ما هو ده اللي يخليك تعرف بلان بي يعني إيه. أوكي. وهكذا، لكن على النادي الأهلي أن يطالب بهذه المقاييس وأن يخرج بعقد اتفاق ملزم ومعلن يا كابتن.